على فكره بس انا وجهه نظري شخصيه مش غير احمد الاحمر بس هو سنه كبير, لكن الباقي لا لسه احنا بره. يعني نتكلم مندوح هاشم مبدئيا في اعمار الحراس المرمى, كريم هنداوي اللي هو 32 سنه لسه صغير خالص. اللعيبه اللي 32 33 سنه دول بالنسبه لاعمار قدامهم 3 4 سنين على الاقل, ده الطبيعي بتاعهم. الفتره دي لازم اكون دمجت مجموعه من الشباب مع الفريق الاول, وديت فرصه شويه للايه للشباب دول ياخدوا المسؤوليه شويه. لكن انا عاوز اقول مثلا احنا بصينا للخط الخلفي بتاعنا اللي هو بيبقى تقول الفريق, الخط الخلفي بتاعنا يعني يحيى خالد دلوقتي احمد الاحمر لو طلعنا السن بتاعه متوسط سن الخط الخلفي بتاعك صغير جدا, يحيى خالد 23 سنه, يحيى الدرع 25 سنه, احمد هشام 21 سنه, علي زين 29 سنه. فاللعيبه دول متوسط عمرهم مش هيجيب 25 سنه, فسن صغير جدا. اللعيبه اللي بنلعبها نتكلم ايه حاجه و30 سنه, فقدامه 5 سنين. فخط احنا مجددين جزء كبير من اللعيبه بتاعتنا, لكن في بعض الاجزاء عاوزه محتاجه شويه ايه تجديد دماء شويه, مش تعديل. انا مش بتكلم مش هنمشي ونجيب خالص, انت هتزود شويه شويه مع الايه مع الوقت يبدا الدنيا توزن. انا رايي شخصي ان فريقنا 4-5 سنين لو تحافظ عليه بنفس الفكر وما نعملش غلطه التسعينات ويمشي اللي كون الفرقه, ونقعد بقى ندور على المدربين. لو كملنا بالسكه دي هنعمل نتيجه. لو رجعنا لازم نتعلم من الماضي ان احنا نكمل في سكتنا عشان ما يحصلش ان احنا نفقد, ما نوصلش للهدف بتاعنا اللي هو منصات التطوير.